المحكم سماع خطبة الجمعة من المسجل الراديو أو الكاسيت أو أي شيء، ثم قيام إمام أو من يصلي بنا، إمام يصلي بنا، حيث أننا بمسجد تابع للعمل وليس به خطيب، زاوية أو مسجد جوه الشركة ما فيش خطبة الجمعة، فيسمعوا الخطبة في الراديو، الخطبة في الراديو وبعدين يقوموا للصلاة فقط يعني. لا لا يجوز، إذا يوجد خطيب هو مش مأمور أن يقول خطبة عصماء، ويقف أي أحد يبدأ يعني يبدأ بالحمد وبالتشهد ويقرأ ولو قل هو الله أحد، ويجلس جلسة الاستراحة ثم يدعو، الأمر انتهى، لكن لا تصح خلف المذيع. ما لا تصح. والا لو انقطع مثلا بطلوا صلاه يعني ولا ايه؟